هو الفيلم بيناقش مشاكلنا اصلا والواقع اللي احنا عايشينه في امبابة ذات نفسها، فكل حاجه في الفيلم هو ده الواقع اللي بيحصل، والفيلم ما فيهوش اي مشكله بالنسبه للرقابه او اي حاجه. يعني هو فيلم بردك يعني بيوصل لك معلومه صح بتعيش فيها بتعيشها واقع حقيقي. انا دخلت الفيلم ما فيهوش اي حاجه، يعني فيلم جمهوريه امبابه، يعني انا واحد من امبابه، انا دخلت الفيلم ما فيهوش اي حاجه، فيلم ممتاز. انا من اهل امبابه ومش عايزين حد يتكلم على امبابه، ولا عايزين محامين ولا عايزين مدافعين ولا عايزين اي حاجه، احنا اهل امبابه كلنا راجل واحد. الفيلم تمام وزي الفل وبيمثلنا كشباب واللي بيحصل في امبابه، الفيلم ده زي الفل عشان احنا بلدنا امبابه، بلد القنبلة والدبابة، واي حد غريب بينزل امبابة بيتعامل مع الصح وبيشال فوق الراس. احلى مسا عليكم، واحنا جمهورية امبابة يعني خط احمر. الفيلم بيمثلنا وما فيهوش اي حاجه، وبيمثل كشبات وما فيهوش اي حاجه، وبيمثل عن الواقع، واللي له حاجه غير كده يبقى عبيط. هو فيلم 100 100 وما فيهوش اي حاجه، انا دخلت 3 مرات وما فيهوش اي حاجه. الفيلم كويس وما فيهوش مشكله خالص، واتفرجنا عليه كتير، وبيناقش الشباب بتاع المشاكل في الشباب بتاع امبابه، وبيناقش مشاكل موجوده فعلا، وانا دخلت الفيلم مرتين وما فيهوش اي مشكله خالص. فيلم جمهوريه امبابه فيلم مكسر الدنيا، وانا من امبابه اساسا، وبيحكي الواقع بتاع الناس وبيحكي اللي بيحصل في امبابه، وفيلم 100 100 وهينجح ان شاء الله، يبقى 10 على 10. ومبسوطين قوي ان في حاجه بتتكلم عننا، وان في حاجه بدات الناس يبصوا لنا، الاعلام والتلفزيون بدا يجسد الشخصيه بتاعتنا في فيلم زي كده. وانا مبسوط قوي بالفيلم ده، وان شاء الله هيحقق ايرادات كويس. الفيلم بتاع هو جمهوريه امبابه بصراحه حاجه كويسه شفناها، وبتمثل الشعب المصري في كل حاجه، يعني بصراحه فيلم حلو كويس. يعني امبابه دي فيها رجاله وجدعان وناس محترمه، ما فيش حد بيمثلنا، احنا بنمثل نفسينا. احنا من منطقه امبابه ومن اهل امبابه، والفيلم ده واحنا عايزين محامين يدافعوا عننا ولا حد يتكلم عننا، واحنا بنعرف نتكلم زي المحامي بالظبط. المحامي هيقول لنا ايه؟ احنا لو عارفين الفيلم ده فيه حاجه هنتكلم احنا من نفسنا، نوقف الفيلم ما نشغل الفيلم، احنا ما فيش حاجه. واي حد هيتكلم يقول لك الفيلم ده فيه دعاره، فيه كلام فاضي، ما فيش الكلام الفاضي ده. احنا ناس محترمين، وامبابه معروفه كلها، عاصمه جهنم عاصمه امبابه. بلد القنبلة والدبابة، جمهورية امبابة.